من أهم الأماكن أيضاً التي سيحتاجها المواطن وأيضاً المقيم في فترة هذا الظرف الاستثنائي هي الجمعيات التعاونية والتي حددت آلية للعمل خلال هذا الظرف. الزميلة مروة محرم ستحدثنا أكثر من جمعية الفنطاس عن آلية عمل الجمعيات التعاونية. إليك مروة. مساء الخير زينة، مساء الخير للسادة المشاهدين. أنا في جمعية الفنطاس التعاونية، حيث أعلن اتحاد الجمعيات التعاونية عن وضع آلية تتبعها الجمعيات بناء على قرار حظر التجول الذي أقره مجلس الوزراء، حيث سيتم إغلاق الأسواق المركزية والأفرع التابعة لها في تمام الساعة 4 عصرا إلى أن تعاود فتح أبوابها الساعة 6 صباحا. للمزيد من التفاصيل ينضم معنا السيد عويس السبيعي نائب مدير جمعية الفنطاس التعاونية. مرحبا بك، وبداية كيف تسير الأمور اليوم وهل يوجد ازدحام داخل الجمعية؟ لله الحمد، الوضع في السوق المركزي مستتب، الأمور في انسيابية في التسوق، ولله الحمد الأمور طيبة، وحنا نراهن على وعي متسوقي السوق، عندهم ثقافة أن كل شيء موجود، المخزون الاستراتيجي متوفر، والأمور لله الحمد في انسيابية بزيادة. من بعد الساعة 4 ستغلق كافة الأسواق المركزية والأفرع التابعة لها، ماذا بعد الساعة 4؟ هل يوجد توصيل طلبات للمستهلكين داخل المنازل؟ احنا في تنسيق مع وزارة الداخلية في وضع الباركودات، إذا أعطونا تصريح في الفتح حنا على جاهزية في فتح السوق المركزي وخدمة التوصيل، ولله الحمد عندنا موظفين وطاقة استيعابية في كافة الأمور إن شاء الله. في مناطق لها كثافة سكانية عالية، هل سيسعف ذلك الجمعيات بخدمة التوصيل أو ستعتمد البركود من وزارة التجارة؟ لله الحمد في تنسيق مع اتحاد الجمعيات، في التعاون بالجمعيات بينها وبين بعض، أي جمعية يصير عندها قصور أو قصور من الموظفين أو من المخزون تقوم الجمعية القريبة لها بدعمها من مخزون استراتيجي أو من موظفين وإلى خلافه. صدر قرار بشأن عمالة الجمعيات، أين ستكون؟ لله الحمد منطقة الفنطاس موجودة سكنهم في نفس المنطقة، ما عندنا أي مشاكل في موضوع سكن العمال. إذا تم توصيل الطلبات طريقة الدفع ستكون عبر الكينت أو الكاش؟ متوفر الطرفين الكينت والكاش. الكويت تصدرت المركز الأول عربيا والمركز 33 عالميا في الأمن الغذائي عام 2020، أين هي الآن وهل هي محافظة على الصدارة؟ لله الحمد هي محافظة على الصدارة، والمخزون الاستراتيجي خذ إقبال وشيء جميل في محافظة على المخزون 6 شهور وأكثر في جميع السلع، وهذا شيء مفخرة للعمل التعاوني. بالنسبة للصفوف الأولى هل ستكون هناك جمعيات مفتوحة لهم؟ على قاعد ننسق ويا وزارة الداخلية ويا اتحاد الجمعيات في أي دور قاعد نفتح، لأن الأول يوم ما في تنسيق، ننطر الباركودات تفتح، ننطر التصاريح تفتح، راح تفتح تدريجي والعملية في انسيابية ولله الحمد. شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، هذا كل ما لدي الآن، إليكم بالاستديو. نعم الزميلة مروة محرم من جمعية الفنطاس، شكرا جزيلا لك، وأيضا الشكر موصول لفهد التركي من جمعية حماية المستهلك وزميلة ديمة دحدل من قوة الإطفاء، وأخيرا الزميلة لمى أبو علاوي من مركز الشعب الصحي، وشكرا لشبكة مراسلينا. إذا مشاهدينا، جميع الجهات الحكومية على أتم الاستعداد للدخول إلى هذا الظرف الاستثنائي، ساعات قليلة تفصلنا عن دخولنا إلى فترة الحظر الجزئي، يبقى يد التعاون الممتدة من قبلكم مواطنين ومقيمين لكي ينجح هذا الحظر الجزئي في البلوغ إلى هدفه، وهو انخفاض عدد الإصابات لتصل إلى 0 بإذنه تعالى.